ينضم معنا من مركز إكسبو للمعارض بالظهران مراسلنا خالد الجناحي. صباح الخير خالد. أهلا يا خالد. صباح النور سارة. هلا عبد الإله. اطلعنا على ما يحدث الآن في مركز إكسبو للمعارض. سارة، المعرض هذا ربما يعني أنا عني شخصيا لأول مرة أشاهد حدث بهذا المستوى من حيث كثافة الحضور، عدد الزوار أكثر من 6000 مشارك في المعرض الحالي الذي يقام في المملكة العربية السعودية لأول مرة. المعرض هو للمختصين بطبيعة الحال. الموضوع الرئيسي للمعرض هو بحث تكنولوجيا النفط وتطورات تكنولوجيا النفط وتطورات استخراج النفط عبر تطوير التقنية. أنا الآن في ركن لشركة من الشركات المشاركة في هذا المؤتمر والمعرض، وطبعا نتحدث عن أكثر من 250 شركة مشاركة. الشركة اللي أتواجد فيها هي شركة حفر، وهذه رؤوس لحفارات، رؤوس الحفارات. نتحدث عن رأس الحفار هذا يعني تبلغ تكلفته 300,000 ريال، ومكون من الألماس الصناعي. قديما كان تحفر آبار النفط بالرؤوس مكونة من الألماس الطبيعي. استضيف المهندس عبد الله الدوسري. عبد الله، انت مهندس تخصص هندسه ميكانيكيه، كلمني بصفتك يعني مختص في الحفر عن التقنيه اللي تستخدم في صناعه استخراج النفط. يا هلا وسهلا، حياكم الله. التقنيه اللي تستخدم عندنا في الشركات زي مثلا شركتنا انوفي، عندنا رؤوس الحفر، عندنا الأقسام ثانية كمثلا خلفنا اللي هو الحفارات اللي تنطق كريج. وبالنسبة لرؤوس الحفر هي عبارة عن، في السابق كانت يوجد رؤوس قديمة تستهلك في أو تستخدم في البير الواحد أكثر من 40 إلى 50 رأس حفر. حاليا مع تطور التكنولوجيا ومع تطور التقنية واستخدام هذه المجسمات او هذا الماتريكس او يسمى ماتريكس، وهو خليط بين الحديد والتنجستن كاربايد، واستخدام الالماس الصناعي مثل ما هو واضح. الالماس الان الصناعي، الالماس الصناعي هذا هو بالضبط. احنا يمكن ما نقدر ايه، الألماس الصناعي مثل ما هو واضح، هذه الرؤوس الأسنان هذه هي الألماس الصناعي، يستخدم لتقليل التكلفة في الحفر وكزيادة الأداء وزيادة سرعة توصيل أو حفر البير لتوصيل الإنتاج. أنتوا عندكم مصنع، اللي أنا فهمت منك قبل ما نطلع على الهواء عبد الله، إنه عندكم مصنع في عبارة عن مشروع مشترك ما بين شركة إنوفي وشركة أرامكو، وهذا المشروع تحت شركة جديدة هي الشركة العربية للحفر. المصنع وين مقره بيكون، وكم نسبة السعودة راح تكون؟ المصنع مثل ما قلت لك راح يكون في رأس الخير. هو فعلا هي شراكة بين أرامكو السعودية وإنوفي، وراح يسمى Arabian Rig Manufacturing. ومثل ما قلت لك راح يكون مسؤول عن الهدف منه أنه نجيب التقنية هذه أو الأدوات هذه لتصنيعها محليا. راح تصنع بإذن الله بالكامل محليا، وراح يكون فيه والهدف منها إيجاد وظائف أو الوظائف بالآلاف بإذن الله للسعوديين، وزي ما قلنا لدعم التقنية في نعم. سارة وعبد الإله، إذا يعني بس لتبسيط الموضوع للمتلقي ما هو يعني متخصص أو ما هو مهتم بموضوع صناعة النفط. نعم. كل ما في صناعة النفط، كل ما طورت التقنية، كل ما قل التكاليف
الإنتاج، وبالتالي تتعاظم الربحية. لكن عبد الإله، دعني أسأل المهندس عبد الله سؤال اجتماعي ما له علاقة. أنتوا في حياتكم المهنية، لما تطلع من الدوام وترجع للحياة العامة، فعلا عبد الله، كيف، هل في رابط مشترك ما بين حياتك المهنية والحياة العامة؟ لا ابدا ابدا، يعني هو نعاني منها بعض الاحيان في المجالس او في اجتماعات الشباب، يعني في يكون اصحاب الحفر او الاويل فيلد يعني بشكل عام، لهم سوالفهم او مجتمعهم او نقاشهم الخاص، نقاشاتكم لكم تفاصيل، يعني حتى في يعني حتى نقاشات عبد الاله وساره، ما اعرف اذا كانت واضحه الصوره، المختصين اللي انا لاحظته ولمسته دائما، يعني احاديثهم فيما بينهم كزملاء حتى يمكن خارج وقت العمل تصير يعني غارقه في التفاصيل، تفاصيل الصناعه وكذا. لكن وحتى في الحياه المهنيه لما يكون يعني زي عبد الله مثلا، اللي عرفت منه قبل شوي انه كان عمل 3 سنوات في مناطق الحفر وهي مناطق بعيده عن المدن، فحياتها مختلفة، نمط المعيشة فيها مختلف جدا، لما يرجع للحياة العامة المواضيع تصير مختلفة اختلاف جذري. يعني بخصوص المتخصصين في البترول والعمل في مناطق بعيدة، بس بخصوص المعرض يا خالد، يعني المعلومات اللي يعطيك ألف عافية ذكرتها خصوصا حول الحفارة الماس صناعي، أول مرة أسمع عن هالمصطلح وشرحت لنا، والأهداف منها أنها تقلل التكلفة الاقتصادية، أكيد أنك ذكرت أنها للمختصين أو المهتمين بهالجوانب، مع أهمية طلاب المدارس أنهم والله يحضرون مثل هال طبعا المعارض، صح أنها للمتخصصين، ولكن هذه المعلومات أكيد أنها بالنسبة لي يعني شباب أو طلاب في أعمار صغيرة كدنا قد تكون مفاتيح، راح تكون فيها فائدة كبيرة. صحيح، توجهات إذا ما صار موجودة طبعا بكل تأكيد مثل هالمعارض يتم الاستفادة منها من قبل وزارة التعليم. شكرا جزيلا لك مراسلنا من معرض إكسبو، من مركز إكسبو للمعارض بالظهران خالد الجناحي، يعطيك العافية.